كان في اجتماع في غاية الأهمية لمعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الاجتماع كان مع المحافظين وكان مع محافظ البنك المركزي وكان مع مجموعة كبيرة من الوزراء. انت بتتكلم في تناوله ايه في الاجتماع؟ كان في مناقشات لايه؟ كان في مناقشات لانه ازاي هنوفر المكون الدولاري، الجهود اللي بتعملها الوزارة او الحكومة. بتتكلم في اعلنت ان هي هتوفر 100 مليون دولار لاستيراد زيت الزيتون والالبان. كمان حاجة في غاية الاهمية كانت في اجتماع النهاردة، غير طبعا ما هو مهم زي نوفر السلع، زي نوفر المكون الدولاري، كمان استعداد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، واللي انا بقول عليه ده المطلب الشعبي، والشعب كله في انتظار اللائحة التنفيذية وتبقى حنينة كده عليه وتطلع، يبقى هذه اللائحة التنفيذية تكون جاذبة للمواطن وليست ضد المواطن. خلينا نعرف تفاصيل أكتر، وأتشرف بمداخلة مع سيادة المستشار محمد الحمصاني متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. محتاجة طبعا أطمن من حضرتك أو نطمن الناس على أكتر من حاجة، بس خلينا الأول نتكلم في الاجتماع وأهم ما جاء في الاجتماع. بنتكلم على قانون التصالح، اللائحة التنفيذية في غاية الأهمية، اجتماع مع محافظ البنك المركزي ومع المحافظين ومع الوزراء. خليني أبدأ بالبنك المركزي فندم، المكون الدولاري، تفضل. في الحقيقة يا فندم اليوم دولة رئيس الوزراء ترأس اجتماع مجلس المحافظين. الاجتماع بيأتي في إطار حرص دولة رئيس الوزراء على متابعة كافة التكليفات الصادرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وخاصة الموضوعات ذات الحيوية أو التكليفات التي ترتبط بأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، وعلى رأسها توفير السلع الغذائية وضبط أسعار السلع في الأسواق. كما تعلمين حضرتك مع قرب شهر رمضان المعظم إن شاء الله، كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيب، المشاهدين بيزيد استهلاك المواطنين من السلع الغذائية. وبالتالي أهمية الاجتماع بتكمن في متابعة إجراءات ضخ المزيد من السلع في الأسواق. فعلى سبيل المثال الاجتماع تم خلاله استعراض المرحلة القادمة، ما سيتم خلاله من إنشاء أو إقامة معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية. وإن شاء الله المعارض سوف تشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بتكلفة أو خصومات تتراوح ما بين 15 إلى 30% على مختلف السلع إن شاء الله. تمام. فيما يتعلق بالنقطة اللي حضرتك أشرت إليها فيما يتعلق بالمكون الدولاري، طبعا هناك أولويات. هنوفره منين؟ هناك أولويات للنقاط من خلال محتاجين بالضبط. بعد إذن حضرتك سيادة المستشار، خلينا نقول بعد إذن حضرتك إنه في حاجات في المخازن، في حاجات عفوا في الجمارك، في حاجات واقفة في الميناء، في أولوية لدخول السلع. هل في أولوية لسلع معينة للدخول؟ الحاجة التانية في أولوية لحاجات معينة هيدفع فيها هذا المكون الدولاري اللي تم توفيره؟ بطبيعة الحال فدم يعني إن شاء الله كما أوضح البيان الصادر اليوم، إن شاء الله البنك المركزي سيعمل على توفير تدبير المكون الدولاري لشراء سواء لاستيراد السلع الغذائية الأساسية أو كما ذكرت حضرتك للإفراج عن مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع اللازمة لتصنيع السلع الغذائية. وبالتالي بطبيعة الحال كما أشرت حضرتك أيضا إلى أنه هناك أولويات للإنفاق. البنك المركزي بيراعي أولويات الإنفاق، سواء كنا مثلا بنتكلم على السلع الغذائية، الدواء، يعني السلع التي تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين. دي الأولوية للإفراج في المواني. الأولوية في الإفراج في المواني من قبل الجمارك للسلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتلك التي
تمثل مدخلات إنتاج أساسية للمصانع وتمثل ضرورة قصوى خلال المرحلة الحالية. فبالتالي تقريبا هتدخل امتى يا سيادة المستشار اللي موجود في يعني الموانئ؟ بمجرد يعني تقريبا خلال الأيام المقبلة إن شاء الله سيتم تمام توفير قبل الأموال. رمضان يعني طبعا يا فندم، يعني طب كافة الإجراءات التي نعم نفذت اليوم أو خلال الأيام الماضية، نعم يعني دولة رئيس الوزراء حريص كل الحرص في تكليفاته للسادة المحافظين أو معالي السادة الوزراء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير السلع الغذائية نعم للسادة المواطنين قبل حلول شهر رمضان إن شاء الله وطوال الشهر إن شاء الله. تمام. طيب سيادة المستشار خليني اتكلم في ما زلت في الاجتماع، واحنا بنتكلم خلاص على توفير واستيراد او الافراج من الموانئ عن السلع الغذائيه والادويه، وهذه هي اولويات الحكومه الان، مش كده يا فندم؟ بالضبط يا فندم. طيب المطلب الشعبي بقى، واحنا بنتكلم في اللائحه التنفيذيه لقانون التصالح في مخالفات البناء، اللائحه التنفيذيه هتطلع امتى ولما هتطلع؟ هل هتبقى واضحه وتبقى جاذبه للمواطن ولا هتبقى ايضا معرقله وصعبه بالنسبه له؟ اطلاقا يا فندم، اللائحه التنفيذيه القانون واللائحه التنفيذيه غرضهم الاساسي هو التسهيل على المواطنين ان شاء الله. يعني جاري اصدار اللائحه التنفيذيه، يعني ان شاء الله بنتوقع خلال ايام. سبق ان اعلن لا ثانية معالي واحدة، خلال أيام؟ خلال ايام يا فندم ده خبر سبقا هايل، خلال أيام هتطلع اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء، ان شاء الله يا فندم. هايل. معالي السيد المستشار عمر مروان نعم وزير العدل سبق ان اعلن انه سيتم اصدار اللائحه التنفيذيه في موعد اقصاه 22 فبراير الجاري. تمام اللائحه يا فندم هي 22 فبراير، يا سيادة المستشار ده خبر حلو قوي، ده احنا ان يوم شاء ال الله 24، يعني بنتكلم على في خلال ساعات. خلال ان شاء الله يا فندم نعم يعني كافه الجهاز وعلى راسها وزاره العدل هايل تعمل على اصدار اللائحه ان شاء الله، يعني خلال ساعات كما ذكرت حضرتك. وان هايل شاء الله اللائحه أو القانون كمان نص على العديد من التسهيلات للمواطنين، استأذنك وبالتالي أهمها، معلش يا سيادة المستشار، يعني التسهيلات بصورة أساسية يا فندم أي في جزء كبير منها مرتبط ب يعني رسوم التصالح. كما أي تعلمين حضرتك يعني القانون نفسه نص، هدف القانون هو تقنين أوضاع اي مخالفات في مجال البناء، وبالتالي هناك تسهيلات عديده نص عليها القانون، ومنها على سبيل المثال في حاله السداد الفوري هناك تخفيض 25%. تمام هناك ايضا يعني امكانيه لتقسيم الغرامه والدفع على تقسيطها. تقسيطها نعم وتقسيطها على حتى 5 سنوات، ممكن نعم حتى 3 سنوات بدون بدون فوائد، فوائد بالظبط. وممكن إذا زادت عن 3 سنوات حتى 5 سنوات بيكون في نسبة فايدة بسيطة جدا بسيط على الرسوم التصالح. أي كما تعلمين حضرتك أيضا القانون بيراعي أي يعني يعني يراعي الظروف بعض الحالات، فيجوز لمجلس الوزراء تخفيض سعر التصالح حالة السداد الفوري. حلوة قوي. يعني طبعا هاي هناك أيضا مراعاة في حالة دفع أي رسوم بناء على أحكام قضائية نعم بيتم خصمها ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل الطلب. نعم فهناك أيضا العديد من النقاط التي نص عليها القانون والتي ستراعيها اللائحة إن شاء الله عند صدورها. واللائحة هتطلع سهلة وسلكة وبسيطة، والناس أكيد يا تبقى فندم، فاهماها وتبقى الناس كلها عايزة تتصالح، ده أكيد يا مهم. فندم. أي يعني طبعا اللائحة بتهدف إلى التسهيل على السادة المواطنين مع مراعاة طبعا بطبيعة الحال أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية طبعا واستمرار جهود إزالة التعديات. نعم وهذا الأمر كان أيضا
كان يعني بارزا خلال اجتماع اليوم، حيث أشار معالي السيد وزير التنمية المحلية إلى الإجراءات التي تمت من قبل المحافظات لإزالة التعديات ايوه والحفاظ على الرقعة الزراعية. ايوه ده مهم قوي. يعني على سبيل المثال، أشار معالي السيد وزير التنمية المحلية إلى أنه عقب أو مع انتهاء المرحلة الأولى من إزالة التعديات، يعني تم إزالة تعديات بلغت حوالي 4744 مبنى مخالف على أملاك الدولة، خبر ابيض. وأيضا تم إزالة 1438 حالة تعدي على أراضي زراعية أملاك الدولة، يا خبر ابيض. وتم إزالة أيضا 127 مخالفة استزراع سمكي. فهناك العديد من الجهود التعديات دي التي، هتفضل مستمرة معانا ولا ايه يا فندم؟ لا أكيد طبعا يا فندم، لازم بقى يعني يبقى في ناس الحازمة، تشد حيلها شوية. ايوه لا الرقابة الحازمة يا فندم ايوه يعني ليها دور فعال جدا في القضاء على تلك التعديات. نعم وكما ذكرنا أيضا من قبل، يعني هناك متابعة للكافة من قبل كافة الجهات نعم لإلزامها بضرورة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومحاسبة حتى الموظفين المتقاعسين عن هايل متابعة تلك التعديات. هايل هايل هايل. يعني إن شاء الله كافة الجهود مستمرة لوقف تلك التعديات، وإن شاء الله ستنتهي مستقبلا مع تطبيق قانون التصالح وكذلك مراعاة عدم السماح بأي تعديات مستقبلا. مستقبلي ست المستشار، محتاجة أفضفض معاك كده في حاجة بسيطة، معلش اسمح لي. اتفضل يا فندم. خلينا نقول إنه المنتجين والمصنعين المصريين بيضطروا يجيبوا دولار من السوق الموازية أو من السوق السوداء علشان يستوردوا المدخلات بتاعتهم، فبالتالي بيجيبوا بسعر السوق الموازية، فبالتالي ده بيضاعف عليا أنا كمواطن التمن بتاع السلع. إلى متى هيستمر هذا الوضع؟ طبعا الحكومة يا فندم كما ذكرنا وأكدنا من قبل، وأكد دولة رئيس الوزراء، الحكومة مدركة لتأثير سعر الصرف بطبيعة الحال على أسعار كافة المنتجات، خاصة تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج. نعم، بطبيعة الحال لأن يعني حتى لو بتكلم في أكل وشرب، عارف داخل علينا رمضان، أكيد يا حضرتك فندم، عارف أسعار لحمة في السما، أسعار دواجن في السما، جبن، فول، أسعار الفول في السما. أكيد يا فندم. ومن هذا يعني من هذا المنطلق، الحكومة فيما يتعلق بالأسعار بتتحرك على أكثر من محور. المحور الأول كما ذكرت حضرتك أهمية توفير المكون الدولاري، والعمل قدر الإمكان على ضبط أسعار السلع في الأسواق من خلال نعم محور ثاني متعلق بضبط أسعار السلع. فيما نعم يتعلق بالمكون الدولاري، ايوه الحكومة بتعمل، وكما سبق أن أصدرنا إن شاء الله بيان خلال الأسبوع الماضي بشأن، هناك لجنة فنية وقانونية مشكلة بمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات استثمارية إن شاء الله سوف تدر على مصر. ما تقول لي خبر حلو كده. إن شاء الله يا فندم. اقول لي كده، افتحوا نفسنا كده فلنستبشر خير. ما زالت الجهود كما أعلنا بتعمل الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات، وتلك الاستثمارات هدفها بطبيعة الحال توفير موارد دولارية للدولة، وإن شاء الله من خلال تلك الجهود سوف نوفر خلال الفترة المقبلة الجهود، سوف نوفر بنستهدف حصيلة كام دولارية. توفير؟ على فكرة أنا بتعامل مع حضرتك، وأنا عارفة إن حضرتك متحدث رسمي باسم رئاسة الوزراء، لكن في النهاية أنت مواطن، يعني أنت مواطن مصري، فلما بنتكلم بـ 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 بصراحة كده للناس، إن وده حقنا على فكرة، يعني حق الناس إنها تسمع منك الكلام ده بمنتهى الصراحة كده. إمتى؟ طول الوقت بنقول في استثمارات، بنستهدف استثمارات. هل في حاجة نقدر نقولها للناس؟ هل نقدر نقول إمتى؟ هل نقدر نقول المشاكل فين؟ مهم ان انتوا تبقوا حاطيننا في الصورة عشان نبقى شايلين الهم معاكم. أكيد يا فندم، يعني إحنا حريصين، الحكومة حريصة كل الحرص على توضيح كافة التفاصيل للسادة المواطنين، وهذا الأمر هو أكد عليه دولة رئيس الوزراء، إنه
طب الدولة ايه بتتعامل المستهدف من بشفافية كاملة. الاستثمارات يا فندم؟ بنتكلم على سكك عاملة ازاي؟ بنتكلم ايه الطرق اللي هنوفر بيها المكون الدولاري؟ ومن حق حضرتك انك ما تجاوبش، يعني لا احترم اكيد هذا. يا فندم، يعني انا ممكن طبعا ان انا اشرح لحضرتك انه جذب الاستثمارات الاجنبيه، يعني على سبيل المثال تم جذب استثمارات اجنبيه خلال الفتره الماضيه، وما زلنا بنعمل على جذب استثمارات سوف تدر يعني حصيله من النقد الاجنبي ان شاء الله سوف تكون كبيره وتساعد على تجاوز التحديات الراهنه. على سبيل المثال يعني كما سبق اعلنا انه المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس نعم خلال الستة اشهر الماضيه المنتهيه في ديسمبر الماضي استطاعت جذب 1.8 من 10 مليار دولار. انا بتكلم على اللي جاي، ما هو واللي ده جاي احنا يعني عرفناه. انا بدي لحضرتك طب كمثال هل على في ما تم. اخبار، هل في اخبار تبقى اكثر وضوحا ما قبل رمضان يا سيادة المستشار، ان شاء الله يا فندم، يعني ولا خلينا بنامل ان شاء الله قبل رمضان ان شاء الله، يعني بنسعى وبنبذل كل جهودنا ان يا يكون رب في ان شاء اخبار الله ايجابيه في ان سواء شاء في الله. جذب الاستثمارات الاجنبيه او سواء في ضبط اسعار بالظبط السلع في الاسواق، نعم. خاصه انه كافه الجهات بتعمل على توفير السلع وضبط اسعارها في الاسواق من خلال المتابعه اليوميه للاسواق على مستوى كل محافظه، أنا وهذا الامر تمام حاجزة مداخلة لأول أخبار حلوة نقولها للناس، ان شاء الله يا فندم، بحجز على الهوا إن شاء الله. ان شاء الله يا فندم. موفقين واحب اطمن حضرتك انه اليوم دولة رئيس الوزراء طالب خلال الاجتماع أكد على جزئية توفير السلع وضبط أسعار السلع في الأسواق، وطالب وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة مصغرة على مستوى كل محافظة برئاسة السادة المحافظين لإعداد تقارير أسبوعية تعرض على دولة رئيس الوزراء ده فيما لازم، يتعلق بضبط أسعار السلع وتوفيرها واحنا للمواطنين. معاكم كإعلام وأي حد يتجاوز هتلاقونا بنقول على طول على الشاشة. بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا سيادة المستشار محمد الحمصاني.